فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما نصيحتكم لبعض أئمة المساجد الذي يتقدم إلى الصلاة ولا يلتفت إلى المأمومين ولا يهتم بالصفوف ولا بالفرج التي بين الصفوف؟ هذا ترك للسنة، هذا تقصير منه، ترك للسنة، فإنه يفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يلتفت يقول: استو، عدلوا صفوفكم، سدوا الفرج، أكملوا الصف الأول فالأول، وهكذا يعطيهم إرشادات. نعم. أنت. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.